السلام عليكم ايران تطل مجددا باعتبارها المهدد الابرز لكل فرص السلام في المنطقه فمع اقتراب كل جوله مفاوضات ومساع نحو السلام يطل البعبع الايراني براسه من جديد على هيئه سفينه اسلحه فان تم القبض عليها خرج مسؤول ايراني ما بتصريحات سياسيه على قدر كبير من التوتر تحمل بعدين في البعد الاول تعبر ايران عن الانزعاج من احباط وصول شحنات الاسلحه وفي الثاني تحاول خلط اوراق محادثات السلام وجري جماعه الحوثي من جديد الى حلبة الصراع لمصلحة الملالي وجنرالات الحرس الثوري والذين يتعاملون مع اليمن كملف امني وعسكري خاص بالاطماع والنفوذ والتي تسعى ايران الى بنائها على انقاض الدولة الوطنية في المنطقه العربيه غير مكترثه بفشل النماذج التي كانت تقف خلفها قائد الحرس الثوري الايراني هذه المرة يقول ان بلاده لن تتراجع عن دعم الحوثيين في اليمن، وهذه التصريحات التي جاءت بعد ايام معدودة من احباط وصول شحنة اسلحة ايرانية كانت في طريقها الى بلادنا والتي جاءت بالتزامن مع تحركات محادثات السلام، ما يعني جليا بحسب كثيرين ان التحركات الايرانية تشكل خطرا واضحا وجليا على السلام والامن في اليمن والمنطقة، والاسئلة التي تطرح نفسها ما دلالة توقيت التصريحات الإيرانية التي جاءت بعد أيام من إحباط وصول شحنة الأسلحة؟ وما الهدف من إرسال هذه الكميات من الأسلحة بالتزامن مع تحركات محادثات السلام؟ لماذا كلما اتجهت الأطراف اليمنيه نحو الحلول السياسية قفزت إيران إلى الواجهة بأسلحتها وتصريحات مسؤوليها؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، وقبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا، نتابع وإياكم هذا التقرير. مستعده للحرب وتراها فرصه هكذا تعبر ايران عن نفسها على لسان قائد الحرس الثوري الايراني الذي لا يترك فرصه دون استثمارها في تمجيد الحرب وتقديم ايران كقوه عسكريه مستعده لالتهام محيطها الجغرافي واسقاط الانظمه السياسيه المجاوره لها التي تصفها بالمتخلفه سياسيا والآيله للسقوط. التصريح الاخير لقائد الحرس الثوري الايراني ياتي بعد احباط وصول شحنه اسلحه ثالثه كانت في طريقها الى الحوثيين وهو ما اعتبره البيت الابيض الامريكي مثالا على انشطه ايران التي تقوض الاستقرار في المنطقه وقال البيت الابيض على لسان ناطق باسمه ان موضوع شحنه الاسلحه قد يثار في مجلس الامن التابع للامم المتحده كلما ابدى الحوثيون استعدادا للدخول في مفاوضات تؤدي الى انهاء الحرب سرعت ايران بارسال المزيد من الاسلحه فتوقف الحرب يعني ان سيفا من سيوف الانتقام سيتوقف عن مهامه التي صنع لها وهو ما لا يسر ايران هذا السلوك يناقض ما تقوله الوقائع على الارض فالحوثيون قرروا خوض مفاوضات مباشره مع المملكه العربيه السعوديه والذهاب في مفاوضات وتهدئه مفتوحه كما عبر عن ذلك الناطق باسم ميليشيا الحوثي وهذا ما لا تريده طهران التي تفضل بقاء الحوثيين مجرد اداه تستخدمها لتخويف خصومها وتحقيق مكاسب على مختلف الاصعده. وفي الوقت الذي تتشكل فيه الوفود المزمع مشاركتها في مشاورات الكويت وتتلقى لجان مراقبه وقف اطلاق النار التدريبات في مسقط والكويت لا يزال الانقلابيون يحشدون قواتهم باتجاه الجنوب للسيطره على مناطق استراتيجيه بالقرب من قاعده العند الجويه. ولا يبدو ان هذه التحركات تهدف للاستقواء بنتائجها على طاوله المفاوضات. بقدر ما تظهر ايمان الانقلابيين بالعمل العسكري كخيار وحيد تسنده المفاوضات ولا تحل بديلا عنه. مشاهدينا الكرام نرحب في الاستوديو بضيفنا في هذه الحلقه الباحث السياسي الاستاذ نبيل البكيري، مساء الخير استاذ نبيل. مساء النور. مسأل استاذ نبيل تصريحات ايرانيه مستفدة مستفزه من جديد على لسان قائد الحرس الثوري الايراني تاتي بعد ايام من احباط وصول سفينه اسلحه ايرانيه كانت متجهه الى اليمن. لماذا ما الغرض من هذه التصريحات برايك؟ هو لا شك انه ما يدور في اليمن اليوم لم يعد شانا يمنيا، اصبحت ايران حاضره بقوه هي المتحكم ربما بكثير من اوراق ما يسمى بالانقلاب وهي التي تدير هذا الانقلاب وتعمل على اطاله امد هذا الانقلاب وتتحدى عوده الشرعيه وتتحدى ايضا التحالف العربي وتتحدى كل الاراده الدوليه والمجتمعيه في الذهاب الى سلام في اليمن، نحن امام حقيقه واضحه، <applause> هذه الحقيقه لم تعد مجرد تكهنات او تخرصات انما اصبحت حقائق على الارض. عمليه امداد السلاح لا زالت مستمره، التصريحات الاعلاميه الفجه على مختلف المستويات الايرانيه لا زالت تصرح بين وقت واخر، نحن امام واقع جديد وحقائق جديده ايضا. تتكشف كل يوم ان ايران من اهم واكبر العوائق ذهاب الى تسويه سياسيه في ليس فقط في اليمن وانما في المنطقه كلها. لماذا؟ الحين. ايران تشعر اليوم انها صاحبه القول الفصل في كثير من القرارات العواصم العربيه الكبرى التي قالت وتقول دائما انها اصبحت اصبحت مكان للنفوذ الايراني. وبالتالي لا يمكن أن يتحقق أي سلام في المنطقة ما لم تكن إيران هي صاحبة القول الفاصل في كثير من التفاصيل هذه التفسيات وهذا السلام المزعوم الذي يذهبون إليه لكن في وقت يعني المراقبين يتحدثون على انه ايران لم تحد يعني لم تحقق اي سلام حقيقي في المنطقه في اي ملف اشرفت عليه في, في هذا السيارة. يعني حتى نكون جادين في قراءه المشهد <applause> آه الإيرانيون آه أولا وأخيرا من من ضمن من, من قلب الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة هو استراتيجية الفوضى أنه المشروع الإيراني يتمدد في المنطقة العربية على امتداد أكثر من عشر سنوات مضت إن لم تكن خمسة تصدير عشر عاما الثورة. آه 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 غير تصدير الثورة تصدير الثورة هي المرحلة الأولى التي ابتدأت فيها هذا المشروع المشروع الآخر هو يقوم على مسألة على مسألة تفكيك المجتمعات العربية من الداخل وتصدير ليس فقط الثورة إنما الفوضى بمعنى آخر أنه ترى الاستراتيجية الإيرانية أنه لن يتحقق شروط أو لن تتحقق هذه الاستراتيجية وبنودها وتفاصيلها ما لم تكن هناك فوضى عارمة في المنطقة في من خلال هذه الفوضى يتسلل المشروع الايراني كما هو الحال طيب حاصل في كثير من يعني ما هي الخصوصيه الايرانيه في انها لا تعتمد يعني لا تستقر الا بفوضى الجيران فيما يعني الكثير يعتمد انه في العلاقات الدوليه استقرار الجار هو بالاخير او المنطقه التي تحيط بهذا البلد هي في الاخير من مصلحه هذه الدوله ايضا. هذه من القواعد المنطقيه المتعارف عليها في العلاقات الدوليه انه الاستقرار هو عمليه متكامله في الشعوب، يعني لا تستقر انت في هذا المجتمع ما لم يكن المجتمع المحيط المجاور هو اكثر استقرارا منك. والعكس صحيح تماما لكن في الحالة الإيرانية نحن أمام حالة غريبة في قراءة المشهد وحتى في في تفكير وذهنية و و وسلوك النخبة الحاكمة في إيران هذه النخبة التي أتت مع ثورة فبراير 79 هي قائمة على أساس إحداث الفوضى وإحداث شق في صفوف الحالة العربية باشتغال على دائرة ما يسمى بالأوراق الطائفية صراع المذهبي الكثير من الأوراق التي استطاعت أن تحقق فيها نجاحا الاستراتيجية الإيرانية في تفتيت المنطقة العربية وبالتالي الذهاب إلى يعني وجود الفوضى هو جزء رئيسي في صلب هذه العقلية الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة العربية أنه يجب أن تكون هناك فوضى مستمرة خطوط الفوضى هذه متحكم بها من خلال اللاعب الكبير المتمثل بإيران وبالتالي ستكون إيران ستتحول إيران وهذا الذي أشر وأدى و و إليه مثلا الحديث عن 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 توقيع على الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، هذا كان بابا كبيرا أيضا من ضمن هذه الاستراتيجية، حتى الأمريكان ربما أوعزوا أو يعني وفهم فهم فهم الايرانيين منهم ان ان من مهمتهم في هذه المرحله ان اداره ملفات المنطقه شرط المنطقة وبالتالي اداره ملفات المنطقه لن تتاتى الا من خلال وجود تاثير كبير في مسارات الفوضى في هذه لكن المنطقة. في نفس الوقت كان هناك يعني عاصفه الحزم والتدخل الخليجي او العربي في اليمن بشكل عام وهناك يعني من يقول على ان امريكا الان تحاول وخاصه بعد ايقافها لسفينه الاسلحه الايرانيه تحاول إظهار نفسها أمام دول الخليج بأن هناك لا زال حليف أمريكي وعلاقات وطيده معه وأنهم يعتبرونهم الحليف الأبرز إقليميا، هل هذه القراءه منطقيه في ظل هذا الجموح الإيراني في يعني في النفوذ؟ الأمريكيون دائما هم يحبذون أن يلعبوا على كل الأوراق وأن يحاولوا أن يوهموا المنطقه اليوم وخاصة ممالك الخليج يهمها انها لا زالت حليف استراتيجي فيما في حقيقه الامر بعد توقيف بعد توقيع الاتفاق النووي لم يعد الامريكان حلفاء استراتيجيين في المنطقه العربيه كل ما هنالك الان الامريكان من خلال هذا التلويح هو القول الخليجيين ان هناك تود توسع للنفوذ الايراني في المنطقه ونحن نراقب هذا التوسع وايضا من ضمن الاشارات التي ربما يتم ارسالها من قبل الامريكان هو انه لدينا سلاح ممكن ان نكون يعني السوق الانسب لتصدير السلاح للمنطقه وهذا الذي يدفع الاخوه في الخليج لشراء مزيد من الاسلحه من الامريكان. اما الحديث عن استراتيجيه عن حلف استراتيجي انا باعتقادي ان هذا الحلف لم يعد قائما وخاصه مع توقيع الاتفاق النووي الذي كان يفترض ان يكون الاخوه في الخليج شركاء رئيسيون وحاضرون رئيسيون في هذه المفاوضات ويكونوا على اطلاع كبير بكل تفاصيل وبنود هذه الاتفاقيه طيب التي تمت يعني بحسب متابعتك هل مثل هذا الملف نقله نوعيه او صحوه في الاوساط الخليجيه ان صح التعبير في ان هناك خارطه جديده ربما تتكون هناك اعتماد أكثر على إيران في حسم ملفات المنطقة بعد أن كانت يعني التصريحات الظاهرة على الأقل تشير إلى أن السعودية هي الحليف الأبرز ودول الخليج لا شك أنه باعتقادي أيضا أنه مسألة العاصفة الحزم والتحالف العربي هي كانت رد فعل طبيعي ومنطقي وجاء في الزمان وفي التوقيت المناسبين لأنه أتى في مرحلة فاصلة مرحلة أنه الأمريكان انسحبوا منطقة الشرق الأوسط واتجهوا إلى شرق اسيا والمؤشرات الصراع مع الصين وتركوا منطقه الشرق الاوسط في اطار وجود تفاهمات كبيره مع ايران في هذا الصدد. عاصفه الحزم هي اعادت الاعتبار لمنطق انه الخليج لا يمكن ان يظل دائما تحت غطاء وترقي للمشروع الايراني او مظله الحمايه الامريكيه. استطاعوا أن يقفزوا خطوة كبيرة إلى الأمام، هذه الخطوة تمثلت بالتدخل المباشر في اليمن من خلال مطلب الشرعية المعروف الذي رأيناه، وبالتالي هذا الذي حدث هذا أيضاً بقدر ما أربك كثير من الحسابات الأمريكية أيضاً أربك الإيرانيين إلى حد كبير، الإيرانيون لم يكون في خيالهم وفي حسبانهم ان الخليج يمكن ان يشكل هذه القوه ويتدخل مباشره في الاحداث في اليمن، وبالتالي الان نحن امام مرحله كسر عظم بين تمددات المشروع الايراني الذي على استحياء لا زال يلعب في مربع الاوراق الداخليه، لم يستخدم او لا ايضا ايران من ضمن هذه الاستراتيجيه التي تشتغل عليها انه لا يمكن ان تكون طرفا مواجها مباشرا في معارك مع العرب في اي حال من الاحوال، ولكنها ستقاتل العرب نعم. بآخر عربي لديها ستقاتل العرب السنة بآخر عربي شيعي وبالتالي هذه الاستراتيجية بالنسبة لإيران لا تكلفها الكثير بقدر ما تحاول من خلالها أن توهم حلفائها من ال 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 الآخرين أنها حاضرة وأنها مهتمة نعم. بشأنها. طيب أستاذ نبيل آه ينضم إلينا الآن دعنا نشك في النقاش الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ سليمان العقيري مساء الخير أستاذ سليمان أهلا مساء النور لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام اهلا وسهلا بك استاذ سليمان اذا يعني ما تحدثنا عن ان هناك تصريحات ايرانيه من قبل قائد الحرس الثوري وكذلك هناك ردود فعل دوليه حول ايقاف سفينه الاسلحه الايرانيه تحديدا امريكيه حيث قال مثلا المتحدث باسم البيت الابيض انه موضوع شحنات الاسلحه قد يثار في مجلس الامن بحسب وجهه نظر سعوديه او تحليل سعودي ما رايك بهذا الحديث؟ هو في الواقع أن هذه الشحنة هي الثالثة خلال أسابيع قليلة التي ضبطت في بحر العرب وهي يعني في الواقع محاولة إيرانية لانتشار الحوثيين من مصيرهم المحتوم حيث أن الضربات الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية وكذلك. الطيران التحالف العربي قد ضربت في الصميم مخازن الاسلحه والمستودعات وقوضت في الواقع قوه الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح ولذلك نجد ان ايران تحاول امدادهم بالاكسجين لانها في الواقع لا تريد تسويه للأزمة اليمنية هي تريد تمديد وتمطيط الأزمة كي ما تقايض بها في سوريا وهي تدرك أن سيطرتها على اليمن أمر صعب من الناحية الجيوسياسية ومن الناحية أيضا يعني السياسية والجغرافية والجغرافية فيها السياسيه طيب و... يعني اذا ما دكتور. تحدثنا عن التوقيت استاذ سليمان الان نحن على مشارف مشاورات في الكويت الان ايضا وفود حوثيه في السعوديه لتفاهمات معينه حول قضيه الحدود وغيرها ما دلاله التوقيت في هذه الحاله للتصريحات الايرانيه وكذلك للسفن الاسلحه المتردده محاوله أكثر. لتخريب محاوله لتخريب م. المفاوضات الكويت وتصريح واذا لاحظت ان الاخ محمد البخيتي الذي استضفتوه معي في احدى برامج في احد برامجكم قد انتقل من بيروت الى الى ايران وصرح امس ونفى وجود وفد حوثي في الرياض طبعا هذا تحت ضغط ايران لانه يبدو ان الايرانيين قد استنكروا على حزب الله على الحوثيين أن يرسل وفد إلى السعودية ويبدو أن الحوثيين بالفعل يتعرضون لضغط إيراني ولذلك نفى مفدهم إلى إيران محمد البخيتي وجود وفد حوثي لكن في نفس الوقت وأمس. الان هناك تصريحات لمحمد عبد السلام والسيد سليمان آآ هو ناطق الميليشيا الرسمي ايضا يعني تتحدث عن وجود تفاهمات فعلا مع السعوديه فيما يبدو انه اعتراف معا. حقيقي بوجود هؤلاء الوفود اذا هنا يمكن هل يمكن قراءه يعني محاوله ارضاء حوثيه للطرف الايراني بهذه النقطه بالضبط بالضبط انا اعتقد ان النفي الذي ورد من محمد البخيتي في طهران هو تحت ضغط إيراني وتحت عتب إيراني ويبدو أن إيران غير راضية عن محادثات الكويت وأي مراقب يعني يستخلص الفكرة والنتيجة لأنه إذا كان محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين في صنعاء يعترف بوجود وفد حوثي يفاوض على تسليم صنعاء في الرياض فإن و و ونفي عضو في المكتب السياسي موجود في طهران هذا يعكس بلا شك الضغط الايراني على الحوثيين ومحاوله عرقله مفاوضاتهم لحل الازمه، الايرانيون ليس لهم مصلحه في استقرار اليمن ومصلحتهم في ان يبقى اليمن مشكله امنيه وسياسيه لانه عدم استقرار اليمن هو في الواقع عدم استقرار للسعودية طيب وفي في ذات, ذات الوقت أستاذ سليمان سياسية إيرانية في ذات الوقت هناك من يتحدث عن وجود تيارات بداخل جماعة الحوثي تيارات تقف مع المشروع الإيراني وتيارات أخرى ترفض هذا يعني التبعية الواضحة لإيران في تصرف وكذلك تصريحات ايران المتكرره حول موقفها من الحوثيين في هذه النقطه واذا ما تطرقنا ايضا لموضوع وجود وفد من الميليشيا في السعوديه هل يمكن أن نفهم ان هناك ايضا محاوله من الحوثيين لموازنه بين الاطراف الموجوده بداخل هذا الـ الـ يعني تيار الميليشيا انا اعتقد ان وجود وفد حوثي يفاوض في الرياض هو في الواقع يفاوض أنا أتوقع أنه يفاوض ليس السعوديين وإنما الحكومة الشرعية والسعوديين كلاهم بمعنى أنه لا يفاوض طرف واحد وإنما يفاوض من أجل تأمين مستقبل هذه الحركة وبعيدا عن علي عبد الله صالح وأعتقد أن وجودهم في الرياض هو مظهر من مظاهر انتكاساتهم العسكريه والميدانيه نعم. وعدم قدرتهم على الصمود لانهم سبق ان رفضوا اي حوار في الرياض وسبق ان رفضوا الاعتراف بالرياض كجهه للمفاوضات او كمصدر للسلام او شيء من هذا وكانوا نعم. في الواقع يعني ينعتون الرياض باقصى النعوت. ولذلك فان وجودهم في الرياض هو دلاله سياسيه واضحه على رغبتهم وتوجههم نحو انهاء الوضع الحالي وهذا في الواقع من الناحيه السياسيه يعكس تراجع قوتهم وضعفهم اشكرك في سياسيا استاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض اشكرك شكرا جزيلا استاذ نبيل قبل ان نواصل حديثنا ينضم الينا الان مستشار رئيس الجمهوريه الدكتور محمد موسى العامري مساء الخير دكتور مساء النور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام دكتور برايك في كل تعاملاتها مع اليمن ايران كما يبدو لا تركز علي المساله السياسيه وكذلك عمليه دعم التنميه ولكن تحاول علي أحداث فوضى وقلق كما تفضل هنا الأستاذ نبيل البكيري. لماذا هذا الدور الإيراني السلبي من هذه الناحية في حين أن اليمن كانت هناك تيارات لربما أيدت الثورة الإيرانية في وقت ما من تاريخها؟ يعني؟ شكرا لك وشكرا لضيوف ضيوف الكرام ومتابعيكم. في الواقع يعني الدور الايراني في يجب حينما نتحدث عن الوضع في اليمن يجب ان نربطه بالمشهد برمته فيما يتعلق بالدور الايراني سواء كان في العراق او كان في سوريا او في اليمن او في غيره من المناطق التي تسعى ايران الى بسط نفوذها وايجاد اذرعتها في المنطقه. ايران تدرك ان المناخ الذي يتجه تتجه اليه القوى الكبرى هو ايجاد صراعات طائفيه في المنطقه عوضا عن مسمى الدوله الوطنيه الواحده ومن ثم تحاول ان تجذر هذه هذا المفهوم وهو المفهوم الطائفي وتقسيم المجتمعات على هذا الاساس لتعميق او للحيلوله دون وصول الوصول في المستقبل الى اي إلى أي يعني قوة أو إلى أي توحد آه فيما يطرا عليه، بالذات في اليمن، نحن في اليمن في الحقيقة وإن كان الحقيقة الزيدية يعني لهم تباينات عقدية وفكرية مع الجعفري الـ 12 إلا أنهم استطاعوا أن يوظفوا هذا التقارب الطفيف، واستطاعوا أن يخلقوا منه أجندة في اليمن لكي آه تكون يعني آه محل طعن في الخاصره فيما يتعلق بامن اليمن وبامن الخليج بشكل عام، منذ مطلع الثمانينات وايران تعمل جاهده على خلق هذا طيب في المناخ بالفعل في, ال... في, في الوقت الراهن دكتور في الوقت الراهن الان هناك محادثات سياسيه مرتقبه بين وفد الشرعيه ووفد الانقلابيين، وهناك تصريحات ايرانيه، هل نفهم من هذه التصريحات انها تحاول انهاء هذه المشاورات قبل اوانها؟ تحاول الضغط على المجتمعين؟ ام ايضا انها تحاول ربما زعزعه ما يشبه يعني الجهود التي تهدف الى حل سياسي في هذا الوقت؟ ايران يعني واذرعتها الحوثيون ومن تبعهم من جماعه صالح يحاولون في الحقيقه ان بعد الصفعات التي نالوها من عاصفه الحزم والمقاومه والجيش الوطني يحاولون ان يعيدوا يلتقطوا انفاسهم ويتحصلوا على هدنه طويله المدى حتى يعيدوا ترتيب اوراقهم وتموضعهم ومن ثم يعيدون الكره مره اخرى لكن انا اقول بكل تاكيد المشروع الايراني في المنطقه نقوله ونحن واثقون بالله سبحانه وتعالى يكاد ان يكون قد سقط وقد انتهى الان جماعه الحوثي تحاول ان تكون حاضره في المشهد السياسي في المستقبلي الشرعيه من جهتها يقولون اذا كانت جماعه الحوثي ستعود الي السلم وتنصاع الي السلم بطريقه صادقه وطريقه جاده وعلامه ذلك ان تسلم المؤسسات التي سلطت عليها طيب كمؤسسه رئاسه هو. دكتور كمؤسسه رئاسه وانت مستشار لرئيس الجمهوريه كيف تنظر مؤسسه الرئاسه وايضا الحكومه وفريق المفاوضات الى هذه التدخلات الايرانيه وهل ستثني الجهود التي يقوم بها سواء الفريق الاستشاري للفريق التفاوضي او الفريق التفاوضي بنفسه للدخول في المفاوضات القادمه؟ نحن لا نفهم من هذه المفاوضات او المشاورات كما نطلق عليها الا انه الاتجاه الى ما ذكرناه سابقا الى تطبيق القرار 2216 وهو ان تسلم هذه الميليشيات للسلطه وللحكومه الشرعيه وان يطبق ما في القرار بحذافيره هذا هو المفهوم الذي نسعى اليه من خلال هذه المشاورات اذا حصل ذلك نحن لم نختر الحرب الحرب فرضته هذه الميليشيات هي التي اتجهت اليه لكن نحن نمد ايدينا للسلام ونريد السلام، السلام الذي يحقق العدل، السلام الذي يحقق بسط نفوذ الدوله، السلام الذي يعني يزيل عنا شبح هذه الميليشيات التي تعيش في الارض فسادا، هذا مفهومنا للمشاورات وعلى ذلك نتجه هناك اليه لكيفيه تطبيق قرار 2216. طيب بسؤال اخير دكتور ما هي الطريقه التي ستواجهون بها هذا يعني التدخل الايراني الواضح مجددا والتصريحات الايرانيه؟ هل من المتوقع ان يكون هناك لجوء الى مجلس الامن والامم المتحده من قبل الرئاسه لمحاوله الضغط على ايران بشكل او باخر؟ طبعا اليوم تدخلات ايران للجواب على هذا السؤال لم تعد مشكله في الحقيقه يمنيه، هي مشكله اقليميه، هي مشكله يمنيه، هي مشكله دوليه، ايران لها يعني اطماعها في المنطقه، ايران لها اهدافها المشبوهه، وبالتالي نحن سنعمل مع شركائنا مع اشقائنا في التحالف العربي وعلى راس المملكه العربيه السعوديه على ان نكون جبهه واحده ضد هذه الاطماع التوسعيه، ضد هذه التحديات او محاوله لي ذراع المنطقه برمتها. أشكرك شكرا جزيلا مستشار رئيس الجمهورية دكتور محمد موسى العامري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض وأعود إلى ضيفي في الاستوديو والمعذرة على الإطالة أستاذ نبيل هل من تعليق على كلام الضيفين؟ سلم. أنا لفت انتباهي مسألة واحدة فيما يتعلق بالتناقض الموجود الحاصل في جماعة الحوثي كما ذكر الدكتور سليمان العقيلي هي مسألة أنه يعني أنه فيه ضغوط عليهم تمارس إيرانيا وأنهم يعني انا باعتقادي انه هذا هذا التناقض الذي قد يظهر للمتابع انا باعتقادي هذا ليس تناقضا هذا هذا اداء وظيفي وتبادل ادوار واضح جدا وليس فقط من قبيل انه في صراعات في اطار جماعه الحوثي، لا يوجد على الاطلاق اي صراع في جماعه الحوثي، جماعه الحوثي جماعه وظيفيه تؤدي دورا دورا مهما في هذه المرحله بالنسبه للمشروع الايراني وهي احد اهم اذرعه بعد حزب الله في لبنان، وبالتالي ما ما نراه مثلا من تصريحات محمد عبد السلام مثلا في خصوص مباحثات الرياض وما نراه من تصريحات ايضا من البخيتي في طهران هذا بالنسبه لهم هو هو تكامل ادوار وتناغم لاداء الوظيفه التي موكل اليها الى هذه الجماعه وليس على الاطلاق هناك اي تناقض فيما يصدر عنهم هم يؤدون دور وظيفي احدهم يعني ان تقتضى اقتضت اقتضى الامر ان يذهبوا الى العمليه السياسيه ويحققوا مكاسب فيها كان بها وان لم ففي الاطار العسكري الذي لا زالوا يحشدوا اليه حتى الان ويستميتون ايضا في القتال على على في في كثير من الجبهات الداخليه. الجانب المهم والاخطر في في الموضوع كله فيما يتعلق بالسفن التي تاتي كل مره، نحن على اقل من شهر تقريبا ثلاث سفن يتم السيطره عليها وايقافها. السؤال هنا اين تذهب هذه السفن اذا كان فعلا يتم السيطره عليها ولماذا الاصرار؟ اذا كان هناك فعلا يتم السيطره على هذه السفن. ويتم مصادره الاسلحه فلماذا تصر ايران على ارسالها مره اخرى نحن امام سؤال جوهري هنا انه حتى انه يعني مساله حتى الاعلام من قبل القوى الدوليه المتعدده الجنسيات الموجوده في المحيطات في المره الاولى كانت استراليا المره الثانيه فرنسيه الان مره امريكيه أمريكي نعم. يعني نحن الان ايضا لا نشك انه هناك لعبه ايضا في اطار هذا توظيف مثل هذه الحملات في اطار م. رسائل تقول تهديديه للخليج وتؤدي دورا وظيفيا ايضا في اطار العمليه المعقده اقليميا يعني والا كان يفترض منطقة يقيا انه ايران حينما يتم السيطره على السفينه الاولى والثانيه انه السفينه الثالثه حتما لن لن يتم ارسالها لكن نحن امام مشهد بدات تتكشف بعض خيوطه في ان هناك ايضا انه هذه السفن باعتقادي انها تصل الى مكانها المطلوب وايضا تؤدي وظيفة إعلامية أن إيران أصبحت سيدة المنطقة وأنها قادرة على أن تلعب في أكثر من فراغ وفي أكثر من مربع في هذه المرحلة سنكمل الحديث أستاذ نبيل لكن قبل ذلك نذهب وأسد المشاهدين إلى فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام نكمل الحديث تفضلوا بالبقاء أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أستاذ نبيل إذا ما تحدثنا أيضاً عن يعني كنا تحدثنا عن الدور الإيراني في المنطقة ومحاولات الغربية ووجود هناك علامات استفهام حول السفن التي يعني يكتشفها الجيوش سواء فرنسا أو أستراليا أو أمريكا. في هذه النقطة تحديداً، الدور الإيراني الآن هل يمكن الحديث على أنه نجحت إيران في أن تكون شرطي المنطقة في الفترة الحالية وهل تتوقع ردة فعل سعودية أيضا باستثناء عاصفة الحزم التي كانت محاولة ردة فعل سابقة للاتفاق النووي الإيراني وللتدخلات الإيرانية بشكل عام في المنطقة إيران لا شك أنها تسعى لأن تكون شرطي في المنطقة آه لكن للأمانة أنه عاصفة الحزم يعني للمنطق نقول للتاريخ أن عاصفة الحزم كانت رسالة قوية ومباغتة ومفاجئة للمشروع الايراني ول ولايضا للصمت الغربي او لتشجيع الغربي للمشروع الايراني في المنطقة. وبالتالي يعني جزء كبير من السيناريو المرسوم كان لا يتخيل وجود ردة فعل بهذا الحجم. وبالتالي الذي حصل هو انه حصل نوع من اعادة الحساب للطرف الايراني بان المساله ستذهب الى ابعد ما يمكن والدليل على ذلك انه في مواجهه عاصفه الحزم نستطيع ايران لم تستطع ايران مطلقا ان تكون واجهه او في الواجهه مباشره مع التحالف العربي او مع اي من هذه الاطراف وبالتالي ظل المشروع الإيراني الآن هو يسعى بكل الوسائل لأن يكون طيب شرطة آه المنطقة لماذا بالتحديد؟ هل لضعف قدرتها على مواجهة التحالف العربي بشكل عام؟ أم لأن وسيلتها فعليا أو استراتيجيتها بعيدة المدى تعتمد على التدخلات غير المباشرة؟ نعم بالضبط أنا أنت توصفها توصيف دقيق في مسألة أنه هناك الإيرانيون ليسوا انفعاليين في عملهم السياسي الإيرانيون ذو بعد استراتيجي بعيد مدى في في سياساتهم في المنطقه، مثلا اليوم مثلا عندما ناتي مثلا مشروع لجماعه الحوثي في اليمن، هذا المشروع يتم الاشتغال عليه منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي والى اليوم وصلوا الى هذه النتيجه التي هم عليها، يعني لا ايران السياسه الايرانيه لا ليس لديها مبدا رده الفعل المباشر، ابدا انهم يتكيفون مع اي وضع ويسعون ل اعاده رده فعل على مدى بعيد وطويل باستراتيجيه كبيره وبعيده المدى حتى يصلوا الى تحقيق الهدف دون رده فعل، ربما تفقدهم السيطره وربما يرتد عليهم كما هو الحال مثلا في الصراع القائم، يعني كانت تجربات العراق الحرب العراقيه الايرانيه معهم شديده، وبالتالي استفادوا من هذا الدرس كثيرا واستطاعوا انهم ينحنوا لعاصفه العراق حتى راينا ما راينا اليوم اصبح العراق جزء من المشهد الايراني ومن المشروع الايراني حكومه وما الى ذلك وبالتالي نحن اليوم امام مشروع خطير هذا المشروع ليس من حقنا ان نسترخي وليس امامنا ان نسترخي امام هذا المشروع وعلينا ان نقاومه بكل ما نمتلك من قوه، هذه المقاومه لا تقتصر فقط في الفعل العسكري، انا باعتقادي أن هناك يجب ان تكون هناك اهداف واليات ووسائل عديده لمواجهه المشروع الايراني منها على سبيل المثال العمل الاعلامي، العمل الثقافي، ايضا مساعده الشعوب المضطهده في ايران على ان تعبر عن نفسها، على ان تكون جزء من هذه العمليه والصراعيه في المنطقه، يعني المساله في ايران اليوم نحن أمام تعقيدات داخلية كبيرة لإيران فالغريب والمستغرب اليوم أن إيران تعبث بالمسألة الأمنية القومية في الداخل العربي فيما نحن تركنا لإيران شعبا عربيا ودولة عربية كاملة تم طيب في هذه النقطة بالحديث على أن عاصفة الحزم كانت ربما ردة فعل على التدخلات الإيرانية بالمنطقة والميل الغربي لها إذا يعني جاز التعبير الآن ما هي ردة الفعل الأخرى التي يجب أن يقوم بها الخليجيون والعرب بشكل عام للتهديدات التي لا تزال مستمرة هل هناك مشروع استراتيجي لم يكشف على السطح بعد؟ للتاريخ نقولها ليس هناك حتى هذه اللحظة بوادر مشروع عربي حقيقي أو بمعنى آخر ليس هناك استراتيجية عربية متكاملة لمواجهة المشروع الإيراني وتغولاته في المنطقة العربية كل ما هنالك هي ردة الفعل المتمثلة بتحالف العربي وعصفة الحزب هذا التحالف الذي نتمنى أن يكون قاعدة قاعدة انطلاق لمشروع عربي متكامل مشروع عربي لا, يت... لا, ي... لا يقتصر فقط على مسألة الصراع المسلح مع إيران وجماعاته وآليه وأذرعه في المنطقة وإنما يكون مشروع متكامل آه في شقه السياسي والإعلامي والثقافي في فيما يتعلق بمواجهه هذا المشروع حتى في الداخل الايراني هناك اوراق ممكن الاشتغال عليها في الداخل الايراني هناك تناقضات كبيره في كل الاتجاهات على مستوى حتى حوامل المشروع الايراني في المنطقه العربيه هناك تناقضات في اوساط جماعه الحوثي مثلا في اليمن هناك تناقضات يمكن الاشتغال عليها مثلا في الحاله الشيعيه العربيه عموما في لبنان او في العراق هناك صوت عربي عروبي حقيقي في التيار الشيعي هذا الصوت الحقيقي العربي اليوم يجب ان يظهر ويجب ان يبرز ويجب ان يفتح له المجال يعبر عن نفسه لمواجهه التغولات المشرعيه لكن هناك إيراني. من يحدث يعني يتحدث عن وجود ايضا تيارات ليس يعني الواقع العربي ليس موحدا في هذه يعني في مواجهه ايران هناك من يقول ان هناك دول بغض النظر عن تسميتها ايضا لا زالت تحاول ارباك المشهد الداخلي العربي وهناك حاجه الى توحيد الصف قبل الحديث عن محاوله زعزعه الصف الاخر الاخر إيران. لا لا شك انه نحن الان نعيش حاله حاله قلق شديده في الحاله العربيه ينتابها الكثير من الخلل والشك والريبه باعتبار ايضا انه هذه الحاله الموجوده في في فيما يتعلق حتى ليس فقط في حال الحاله العربيه، انا اتحدث فيما يتعلق بالتحالف العربي، هناك اشكاليات خطيره في التحالف العربي، هناك بعض الاطراف التي لا نحب ان نسميها وهي تدر تعرف نفسها ويعرفها الجميع أن هناك اطراف لازالت تدار بعقليه يعني بعيدا عن منطقه الدوله وأدواتها وصراعاتها وإنما بعقلية شيوخ قبائل وبالتالي لازالت هذا هذا المنطق في التعاطي مع مسائل وجودية أو تهديد وجودي في المنطقة العربية هو الذي أوصلنا لهذه المرحلة نحن بردة الفعل التي حصلت أو بهذه السياسات العدمية التي أوصلتنا مثلا في ردة فعلنا على ثورات الربيع العربي هي لا أوصلتنا إلى معركة مباشرة ومواجهة مباشرة مع المشروع الإيراني في اليمن من خلال ضرب احد اهم ركائز الامن والاستقرار في المنطقه العربيه اللي هي مصر الشقيقه، ايضا حاله سماح بانفلات بضياع العراق في يد المشروع الايراني، كذلك تكرر السيناريو في كل من سوريا وليبيا، نحن امام عبث بكل ما تعني الكلمه من معنى، عبث باموال عربيه ادت الى صدام بين حاله بعد حاله الثورات العربيه في فضاء وفراغ الحاله الامنيه التي حصلت هذا الفضاء تم استثماره لاجل تفتيت وجود مشروع عربي بديل طيب، ديمقراطي الآن على الاقل هناك، الان هناك يعني تواجد لي، يعني تمركز للقوه السياسيه على الاقل عربيا بيد الخليج بشكل واضح عبر التحالف العربي الذي يعني تشكل دول الخليج اقوى مكوناته او الاكثر صرفا واكثر تجهيزا عسكريا. هناك ايضا دول كمصر مثلا او كسوريا او كالعراق ايضا اعتادت على دور عربي فاعل فيما سبق. الان هناك خفوت لهذا الدور وهناك في نفس الوقت توزيع للدور الخليجي ما بين مثلا الكويت التي تستضيف المشاورات اليمنيه، هناك دول ترعى وساطات في دول عربيه اخرى، هناك عمان التي التي لها موقف خاص حتى بداخل دول الخليج، هناك الامارات هناك السعوديه، هذا التباين او التنوع هل يمكن استخدامه بشكل يقوي الموقف العربي بشكل عام؟ في اطار وجود مشروع ممكن الاستفاده من هذا التنوع، لكن في اطار وجود تباين باعتقادي انه هذا لن يخدم اي شيء فيما يتعلق بمشروع عربي ورؤيه استراتيجيه لمواجهه الخطر الموجود في الحاله العربيه الان التي تواجه المنطقه العربيه لكن انا اتمنى انه هذا التنوع او هذا التباين يكون تنوعا ليس تباينا يكون تنوعا في في ايجاد استخدام كل الوسائل التي تؤدي الى آآ عدم آآ غرق المنطقه في مزيد من الازمات والصراعات هذا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من تكامل الجهود باعتقادي أنه سنكون قد أنجزنا بعض الشيء، لكن باعتقادي أيضاً أنه هي تباينات وليست تنوعات، هي تباين في وجهات النظر بشكل كبير وتقاطعات أيضاً في بعضه الآخر، وبالتالي هذا الخوف الكبير اليوم ليس فقط الخوف مصدره وجود هذا القوى الإيرانية، إيران ليست قوية بتلك الصورة التي يصورها التي نرسمها لإيران، إيران أضعف من أن تكون عند مستوى مواجهه العرب جميعا ايران قوتها نابعه من التشتت ومن حاله التباين الموجوده في الصف العربي ومن حاله الاختراق الموجوده في المجتمعات العربيه واستماله بعض الحكومات طيب. اذا ما نظرنا الان الى الكويت على انها مستضيفه هي دوله خليجيه احدى دول التحالف العربي وكذلك مستضيفه لي آه المشاورات المقبلة آه الكويت ربما لأول مرة كان هناك جنيف واحد ومن ثم بيل ما عرف بجنيف اثنان الآن هناك الكويت لربما الكويت واحد آه فيما يعني سيكون من المستقبل لكن الآن آه لنتحدث مثلا عن الرؤيه او ردود الفعل الخليجيه حول استقبال الكويت لهذه المحادثات وكذلك الاطراف اليمنيه التي يعني بالاخير الكويت هي دوله دوله من دول التحالف يعني كيف قبلت قبل الحوثيون بان تكون الكويت مسرحا لمحادثات سلام بينهم وبين الطرف الشرعيه باعتقادي ما تقوم به الكويت هو في اطار ما في اطار التكامل العربي فيما يتعلق ب هي بالاخير مفاوضات تجرى بين طرفين يمنيين يعني. وهذا باعتقادي ليس فيه شيئا يعيب على الكويت في الى حد كبير يعني انا باعتقادي المساله طبيعيه وفي اطار بروتوكول متعارف عليه في استضافه مثل هذه المؤتمرات والذي يكون له اي تاثير على موقف الكويت فيما يتعلق بالتحالف العربي وبالتزاماتها في هذا التحالف. <applause> طيب آه، الان نحن امام محادثات او مشاورات آه، وهناك حاجه الى تحديد التوصيف الانسب لما سيجري في الكويت، هناك تفاهمات آه، سعوديه آه، حوثيه، السعوديون يقولون ان الحوثيين هم من اتوا و الحوثيون يتحدثون عن وجود تفاهمات ستفضي في مرحله مقبله الى نوع اكبر من التفاهمات ووقف المعارك على الارض، هناك ايضا من يتحدث على ان جبهه ميدي وهي جبهه كما تحدث محمد عبد السلام ستوقف فيها المعارك لكن الى الان لم تتوقف هذه المعارك بحسب الاخبار اليوم. هذه التركيبه السياسيه بشكل عام في المشهد اليمني كيف يمكن تحليلها بالقرب من المشاورات القادمه؟ باعتقادي كل المؤشرات لا تبشر بخير يعني حتى لا نذهب في نوبة تفاؤل كبيرة ونصطدم في واقع معقد بكل ما تعني الكلمة معنا نحن أمام عوائق كبيرة فيما يتعلق بمسألة السلام في اليمن مسألة السلام في اليمن مرتبطة بدرجة رئيسية بتقديم تنازلات وهذه التنازلات أنا باعتقادي ليس هناك من يمتلك الشجاعة الاخلاقيه والوطنيه بان يقدمها وخاصه من لا زالت كره الكره في ملعبهم وهو الطرف الانقلابي، الطرف الانقلابي لن يتنازل عما يتصور انه حققها من انجازات فيما يتعلق بمسار العمليه العسكريه رغم هزيمته الكبيره في اكثر من جبهات، هم يريدون في اقل يعني يخرجون من هذا كله أن يكونوا طرفا فاعلا وشريكا رئيسيا وأن يظلوا محتفظين بالسلاح الثقيل وأن يكونوا ثلثا معطلا في الحكومة اليمنية القادمة وأن يكونوا رقما صعبا يرجع عليهم في كل صغيرة وكبيرة في المشهد اليمني وهذا باعتقادي لن يؤسس لشراكة وطنية ولن يؤسس لسلام بقدر ما يؤسس لقنبلة مؤقتة ستكون على وشك الانفجار في أي لحظة قادمة في المشهد اليمني طيب يعني أيضا في نقطة أخرى أستاذ نبيل هناك من يتحدث على أن الحوثيون الآن عندما يعني تحدث محمد عبد السلام عن جبهة ميدي كانت هذه خصوصية تحدث الكثير على أن الكثير من طرف الانقلابي على أن الضربات التي يواجهها الحوثيون إلى السعودية ضمنت لهم جبهة آمنة في ميدي هل يمكن الحديث عن مثل هكذا نقطة؟ باعتقادنا العملية العسكرية هي عملية واحدة متكاملة في كل التراب اليمني الحوثيون يأملون ويتمنون ويرجون وذهبوا الى السعوديه على هذا الاساس ان تقف المواجهات على اطراف على الحدود اليمنيه السعوديه. باعتبار ان هذه المعركه استنزفتهم كبيرا ويريدون من خلال هذه المقايضه ان يتجهوا الى الداخل اليمني وان وخاصه فيما يتعلق بالجبهات المشتعله في تعز وميدي ونهم هم يريدون الانقضاض على الداخل. ومقايضه الخارج باي شيء ممكن ان يذهبوا ويستسلموا للطرف السعودي ويقدموا كل التنازلات لكنهم لن يقدموا حتى مجرد اشاره سلام فيما يتعلق بالجبهه الداخليه كل ما في الامر هم يشترون مزيد من الوقت ومزيد من السلاح ومزيد من الحضور على المسارات الدوليه المختلفه طيب من اجل العوده من الى الداخل وتحقيق أليس من المؤمل أن يعني يفك الارتباط خاصة بعد توارد هذه التصريحات الإيرانية ما بين المشروع الإيراني والملف الحوثي أو ميليشيا الحوثي؟ ملف الحوثي هو جزء من الملفات الإيرانية الموجودة في المنطقة ولا يمكن في حال من الأحوال أن يتم فك هذا الارتباط شاء الحوثيون أم أبوا لانهم لم يعد لديهم قرار وطني مستقل هم اصبحوا جزء من مشروع كبير لايران هذا المشروع يتبدى وينفضح كل يوم اوراقه كما راينا في الحاله الموجوده وحاله التناقض التي قد ترى للمشاهد انها تناقض بينما هي تناغم في اداء ادوار م. متناقضه وظيفيه يقوم بها اطراف الجماعه الحوثيه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ نبيل البكيري المحل الباحث السياسي كنت معنا في حلقه اليوم كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه ولجموع ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم التحرير والطاقم الفني الى حين المتقدمتم والوطن بالف خير الى اللقاء.